خبير التجميل باب بري. اليوم انا رح اعمل توتوريال لفنانه جميله جدا جدا انا كثير بحبها، وانتم اكيد هلا كلكم عم تحضروا المسلسل تبعها وانا كمان عم تابعه، وهلا رح فرجيكم مين هي. يلا كشفيلن. رح نعمل ميك اب بسطل اليوم نور، صح؟ يس ام شور ام سو اكسايتد. يس كنا نعطي للمشاهدين كثير بينطروا انه اكيد نور شو بتحب شو بتحب تحط شو بتاخذ معها بالسفر. okay. فرح نعمل، انا عرفت شوي عن اسراري ورح طلع لهم الاسرار هيدي. اوكي خلينا نشوف اذا صح ولا لا. يلا رح نجيب لون على روز جولد من اناستازيا، هذا رح يعطيكي هيك جلوي لوك. هلا هذا ما بيبين عندكم يعني اون ذا سبوت، هو شوي بيعطي هيك الفاونديشن لبالليل، شوي بخليه يصير ما يطلع ما ينشف على الوجه. احس كل ما كانت الطبقه خفيفه كل ما تغطي اكثر. وهلا جايز رح نستعمل كمان كونسيلر ميك اب فور ايفر اللي هو الالترا اتش دي، وهلا رح نرسم الحواجب بهذا الاي شادو اناستازيا. رح نستعمل لوز باودر تحت العين من اوبال، هيك شوي هي ترانسلوسنت نقطه على يلو بس لحتى تثبت لنا الكونسيلر. نور بتستعمل اي شادو وبلاش وهايلايت كله بنفس الوقت، فانا رح اعمل اليوم رح احاول اقتبس هذا الموضوع وانا اعمل العيون فيها، انه استعمل شوي اي شادو از اي شادو نستعمل هايلايت والجي. لحتى يثبت الاي شادو رح استعمل لك هذا البرايمر كمان من بنفيت. لاحظوا هو هيك، هيدا اللي هو البرونزر انا عملته فوق العين بين كانه اي شادو بني. ما قلت لكم رح استعمل كل شيء للعيون منا، حتى الهايلايت شوفوا وين استعملته بنص العين، فتحي شوفوا كيف عطى كيف مبين عندكم هيك، بس ضويت لها قلب عينه طبعا حطيت له برايمر قبل تبع بنفيت. بس خلصنا هلا لوك للجميلة نور. انا بدي احكي هلا، انا مش انا بدي احكي، هي بدها تحكي. شو ما نو كومنت، اتس فيري بيوتيفول. يو لايك ات؟ وايد حبيت ان انت استغليت الباليت باكثر من شيء، يعني الحين تقريبا معظم اللوك از وذ ذس. بكره بس يحضر التوتوريال حيلاحظوا انه ثلاث ارباع الاشياء اللي حطيناها على الوجه والعيون هي من هيدي التشيك ليدرز المفضله عند نور، والميك اب طلع هيك نيوترال ومش قوي، مع انه هني انت شوي غمشت اي بس مو طالع وايد غامج، يعني طالع كنا كونتورد العين كنا كونتورد وايد حلو. ثانك يو ثانك يو.